هنتعرف على شوية definitions النهاردة ممكن يبانوا للمرحلة الأولانية إن فيهم يعني إيه أي controversy أو conflict أو صعبين في الحفظ شوية، ولكن بالتريننج وإحنا قاعدين دلوقتي هنحفظهم ويبقوا سهلين إن شاء الله، بحيث إن إحنا نخرج من السيشن دي أنا وبساعة مع بعض نخرج منها ما نبقاش محتاجين إلا إن إحنا just يعني rapid revision والمعلومة تثبت معانا. هنتكلم عن اللونج فوليومز أول حاجة. اللونج فوليومز مجموعة من القياسات بطمن بيها على الشغل بتاع الريسبيراتوري سيستم. أول فوليوم عندي وأكيد أخدنا عنده فكرة في محاضرة الانترودكتوري للريسبيراتوري سيستم في سنة أولى وهو التايدل فوليوم. يعني إيه تايدل فوليوم يا دكاترة؟ يعني الفوليوم أوف إير إنسبايرد أور إكسبايرد ديورينج normal quiet breathing اثناء الرسم. تمام، النورمال quiet breathing اللي حضرتك بتعمله اثناء الرسم يعني ما فيش اكسرسايز ما فيش اي حاجه اوفر اكتيفيتي اثناء النورمال breathing بسميه ايوبنيا. يبقى النورمال breathing بسميه ايوبنيا، لو زاد الريت بسميها تاكيبنيا، لو بقى difficult breathing او shortness of breath أو awareness of breath بسميها dyspnea. تمام؟ لو عملت voluntary hold للbreathing ووقفت respiration voluntary ده اسمها apnea. تمام؟ يبقى normal quiet breathing اسمه ايوبنيا. عرفني يعني ايه tidal volume؟ volume of air inspire or expire during normal quiet breathing سميته tidal volume. كميته قد ايه؟ 500 مل in and out. تمام؟ يدخل 500 ويخرجوا ايه؟ تاني. طيب another volume اسمه inspiratory reserve volume. inspiratory. تمام؟ يبقى هو ال volume of air can be inspired normal؟ لا. by maximal forced inspiration. by maximal forced inspiration. قد ايه ال volume ده؟ 3000 in addition to reserve sorry tidal volume. يبقى انا بالكوايت خدت 500، لما اعمل ماكسيمم ديب انسبيريشن دخلت فوق ال 500 كام يا شباب؟ 3000. سميته انسبيراتوري ريزيرف فوليوم. عشان كده في اخر الديفينيشن قلت ايه؟ افتر نورمال انسبيريشن. لو مش فاهمين الكلمه دي ممكن نقول in addition to التايدل فوليوم. تمام؟ يبقى انا ضفت على التايدل ال 500 3000 كمان بس استعملت الفورسد انسبيريشن. احنا عارفين من الجنرال نوليدج بتاعتنا او من محاضره الانترودكتوري بتاعت الريسبيريشن في سنه اولى ان الانسبيريشن از اكتف بروسيس بينما اكسبيريشن از باسيف بروسيس ده ديورنج الكوايت بريذنج. تمام؟ يبقى السايكل او الريسبيراتوري سايكل عباره عن ايه؟ اكتيف انسبيريشن فولود باي باسيف اكسبيريشن فولود باي اكسبيراتوري بوز وهكذا ريبيتد. الريت بتاعهم بير مينت حوالي كام؟ كام سايكل ديورنج نورمال؟ من 12 ل 16 سايكل. اتفقنا؟ يبقى في الماكسيمم انسبيريشن او الفورسد انسبيريشن هشغل عضلات زياده عن العضلات اللي بتشتغل اثناء النورمال انسبيريشن. تمام؟ ده اناتومي بقى. النورمال انسبيريشن مينلي ديبندنت على الدايفرام 75% و اكسترنال انتركوستال، كل ده عشان اوسع الدايمتر بتاعه الشيست وول. تمام؟ عشان اقلل البريشر عشان الاير يخش. طب في الفورسد لا بقى اشغل الاسترنوكليدوماستويد ومش عارفه ايه انذر اكسسوري ماسل بتاكت في الفورسد انسبيريشن. خلاص عرفنا يعني ايه انسبيراتوري ريزيرف فوليوم. فوليوم اوف اير انسبايرد باي ماكسيمال فورسد انسبيريشن افتر اور ان اديشن تو التايدل فوليوم. تمام؟ طيب انذر ديفينيشن اسمه اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. نفس الديفينيشن فوليوم اوف اير كان بي اكسبايرد نورمالي. لا النورمالي ده التايدل. امال مين؟ باي ماكسيمم اكسبيريشن. تمام؟ يبقى ان اديشن تو التايدل اللي خرج في الاكسبيريشن.
لما نرجع للتايتل هو inspired or expired، يعني دخل 500 وخرج 500. طب الاكسبيراتوري ريزيرف ده اللي يخرج بالفورسد اكسبيريشن بعد ال 500 اللي خرجوا بالكوايت بريذنج. تمام يا شباب؟ تمام. يتفضل فوليوم بيبقى في اللونج ما بقدرش اخرجه اكسبت لو عملت اوبن للشيست وول او الثوراسيك كيج واتعرضت اللونج للاتموسفيريك بريشر ويحصل لها كولابس، يبقى الريزيديوال فوليوم ده ما بيخرجش الا لما يحصل لونج كولابس. قد ايه بقى الريزيديوال فوليوم وتعريفه ايه؟ فوليوم اوف اير ريمينينج في اللونج افتر ماكسيمال اكسبيريشن. اعمل فورسد اكسبيريشن وطلع كل اللي تقدر تطلعه، مش هتقدر تطلع ريزيديوال فوليوم. خلاص الفوليوم بتاعه قد ايه؟ 1200 ملي، وده له سيجنيفيكانس مهمه جدا هنعرفها مع بعض دلوقتي. عرفنا التعريفات دي، القيمه بتاعه كل فوليوم مهمه. التايدل 500، الانسبيراتوري 3000 فوق ال 500 زي ما قلنا، والاكسبيراتوري 1100 فوق التايدل برضو، والريزيديوال 1200. عايزين نتفق على حاجه من هنا لحد لما يجي ميعاد اللاب. الجهاز اللي هتستعملوه اسمه سبايرومتري، فكرته ان انا بقفل النوز واتنفس من الماوس بتكنيك معين التكنيشن بيشرح لك ازاي بتستعمل الجهاز. تمام؟ طيب يبقى له ماوس بيس وهنستعملها. كل الفوليومز والكباسيتيز تقدر تتقاس بالسبايروميتر؟ لا، لاني بعتمد على الحاجات اللي خارجه. تمام؟ فالريزيديوال فوليوم ده كانت بي تيستد باي سبايرومتري. امال هنقيسه ازاي؟ هنقيسه دلوقتي بحاجه اسمها الدايليوشن برنسبل، اخدناها برضو في يير 1. اتفقنا؟ يبقى ناخد بالنا لما الريزيديوال فوليوم يبقى موجود في اي كباسيتي بعد كده ما اقدرش اقيس الكباسيتي دي دايركتلي بالسبايرومتري، لازم اجيب الريزيديوال فوليوم الاول وبعدين اجمعه على الفوليومز الثانيه عشان اجيب الكباسيتي اللي فيها ايه؟ ريزيديوال فوليوم. في حد مش فاهم حاجه في السلايد دي؟ تاني، يبقى في تايدال فوليوم ان اند اوت ديورينج كوايت بريذنج 500، لا فجاه عملت ماكسيمم انسبيريشن اداني انسبيراتوري ريزيرف ان اديشن تو، شوف الرسمه مرسومه ازاي؟ فوق التايدال 3000. تمام؟ طيب عملت اكسبيريشن وخرجت التايدال، عندي اكسبيراتوري ريزيرف الفوليوم اللي يقدر يخرج بالفورسد اكسبيريشن بعد ما خرجت التايتل. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا. نيجي بقى على اللونج كاباسيتيز. ايه كاباسيتي؟ ايه فرق الفوليوم من الكاباسيتي؟ الكاباسيتي مور ذان 1 فوليوم، بعمل لهم ادنج على بعض، مور ذان 1 فوليوم ادد تو ايتش اذر، دي الكاباسيتي. فانتوا اللي هتقولوا دلوقتي، الناس المصحصحه منكم هي اللي هتقول معايا. اول حاجه الانسبيراتوري كاباسيتي، نشوف الديفينيشن. فوليوم اوف اير انسبايرد باي ماكسيمم انسبيراتوري ايفورت، مين ومين؟ تايدل انسبيراتوري ريزيرف 500 و 3000. بقى عندي انذر نيو ميجر اسمه الانسبيراتوري كاباسيتي 3500 ملي. تمام؟ بس خد بالك ان السايكل اللي قبلها كانت نورمال اكسبيريشن، عشان ما تقوليش في اكسبيراتوري ريزيرف ما خرجتوش. تمام؟ كاتب لك ان بي اهو افتر اند اوف نورمال اكسبيريشن، يبقى انا هعمل فورسد انسبيريشن بس السايكل اللي قبلها كانت نورمال. تمام؟ طيب اكسبيراتوري كاباسيتي ايه هي؟ فوليوم على فوليوم، فوليوم اوف اير اكسبايرد بالماكسيمم اكسبيراتوري ايفورت بس قبلها الانسبيريشن كان ماله؟ نورمال. يبقى عندي تايتل خرجته عادي في النورمال، وبما اني عملت فورسد اكسبيريشن فخرجت مين يا شباب؟ اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. اتفقنا؟ مفيش انسبيراتوري ريزيرف لاني عامله نورمال انسبيريشن. اتفقنا يا حبايبي؟ الميجر بتاعه قد ايه؟ 1600 مللي. انذر كاباسيتي مهمه اسمها فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. كلمه ريزيديوال يعني حاجه بتفضل في اللانج، يبقى لازم هيكون فيها مين اللي مش عرفنا نقيسه؟ الريزيديوال فوليوم، هيزيد عليه حاجه كمان. الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي
نفرق ما بينها في التعريف وما بينها وما بين الريزيديوال فوليوم. ده الفوليوم اوف اير اللي اتفضل في اللنج افتر ايه يا حبايبي؟ نورمال اكسبايريشن، يعني عندي ريزيديوال فوليوم بلس اكسبيراتوري ريزيرف ما خرجتوش، يبقى عندي ريزيديوال فوليوم بلس اكسبيراتوري ريزيرف. تعالوا نرجع لتعريف الريسبيراتوري تاني اللي هو الريزيديوال فوليوم. فوليوم ريميننج في اللنج افتر يبقى دي ماكسيمال، انما دي ايه؟ نورمال. واخدين بالنا؟ يبقى الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي انكلود الريزيديوال فوليوم والاكسبيراتوري ريزيرف لاني عامله نورمال اكسبيريشن. تمام؟ نيجي بقى على كاباسيتي مهمه جدا، وهي دي اللي ليها ابلكيشن في الكلينيكال كتير، او تيست يعتبر فاليبل في الدايجنوزس والبروجنوزس اوف ميني شست ديزيز، وهي الفايتال كاباسيتي. وهي الفايتال كاباسيتي الديفينيشن، فوليوم اوف اير ماله اكسبايرد ماكسيمالي افتر ماكسيمال انسبيريشن، تختلف تماما عن دي صح. انا هنا عامله فورسد اكسبيريشن بس قبلها ايه يا حبايبي؟ ماكسيمم انسبيريشن، فاصبح عندي ثلاثه فوليوم هيتجمعوا مع بعض، انسبيراتوري ريزيرف اكسبيراتوري ريزيرف اند تايدال فوليوم. تطلع كام الفايتال كاباسيتي؟ 4600 ملي، والفاليو بتاعتها مهم او انديكيتور مهم ليا في الامراض. تمام؟ بغض النظر عن الامتحان احنا بنتكلم في الكلينيكال بوينتس. التوتال لانج كاباسيتي، في حد عنده مشكله في الفايتال كاباسيتي؟ مفهومه؟ فوليوم اوف اير اكسبايرد ماكسيمالي، بس انا قبلها عامله ماكسيمال انسبيريشن، اتفقنا؟ التوتال لانج كاباسيتي بقى الفوليوم اوف اير بريزنت، لا قلت بقى خرجته ولا دخلته لان في حاجات مش هقدر اخرجها، بريزنت ان ذا لانج ات ذا اند اوف ماكسيمم انسبيريشن، يعني حضرتك عملت فورسد ماكسيمال انسبيريشن بكل قوتك وبعد كده قسنا كل اللي موجود في اللانج اللي هو عباره عن فايتال، اللي هو عباره عن التايدال فوليوم اللي دخلته والانسبيراتوري ريزيرف والاكسبيراتوري ريزيرف والريزيديوال ايه؟ فوليوم. لميت الثلاثه دول وحطيت بدلهم مين؟ الفايتال كاباسيتي. التوتال لانج كاباسيتي لما تبقى ويل انفليتد كل حاجه مليانه على اخرها يبقى الكاباسيتي بتاعتها قد ايه؟ 5800 كام؟ ملي. اتفقنا يا شباب؟ طيب ليه انا عامله الريزيديوال فوليوم بالاحمر كده؟ عشان انبه حضرتك ان ده كانت بي ميجرد باي سبايرومتري، وبالتالي اي كاباسيتي انفولف في الكالكوليشن بتاعها الريزيديوال فوليوم مش هقدر اعمل لها كالكوليشن دايركتلي باي السبايرومتري، لازم احسب الفوليومز الثانيه اللي معاها واجيب ده بانذر ميثود وبعدين اعمل لهم ادنج كده ماثيماتيكلي. خلاص؟ تمام. نرجع بقى تاني على الفيجر كده نصحصحكم ونسالكم شويه اسئله. يلا اللي طالع نازل ده مين؟ عملت ماكسيمال انسبيريشن، حطيت انسبيراتوري ريزيرف، التايدل مع الانسبيراتوري ريزيرف ادالي انسبيراتوري كاباسيتي، خرجت الايه؟ التايدل في الاكسبيريشن، وخرجت فوليوم تاني بعده اسمه بالماكسيمم اكسبيريشن، خرجت اكسبيراتوري ريزيرف، التايدل في الاكسبيريشن مع الاكسبيراتوري ريزيرف اداني اكسبيراتوري كاباسيتي، برافو عليكم. طيب التلاتة مع بعض، التايدل مع الانسبيراتوري مع الاكسبيراتوري اداني فايتال كاباسيتي، اكسلنت. طيب خرجت الاكسبيراتوري ريزيرف، اتفضل في اللنج فوليوم صغير 1200 سميته، لا طب انا عملت نورمال اكسبيريشن وليس ماكسيمال اكسبيريشن، يبقى اللنج فيها ايه دلوقتي؟ اللي هي عباره عن مين زائد مين؟ برافو اكسبيراتوري ريزيرف، اكسلنت. في حد وقع مني ولا كله صح صح؟ يبقى في مجموعه من التستات تؤسس البلمونري فانكشن اسمها ستاتيك، وفي انذر جروب اسمه دايناميك. ليه سميت ده ستاتيك وليه سميت ده دايناميك؟ الستاتيك لانها نوت ريليتد تو تايم، ده السبب الاولاني. السبب الثاني بتتقاس في سيرتن بوزيشن بسميه الميدثوراسيك بوزيشن، عشان كده سميتها ستاتيك تيست. اول حاجه عندي في الستاتيك تيست
حاجه اسمها ايه؟ ريزيدوال فوليوم. حد بقى يقول لي تعريف الريزيدوال فوليوم. قول يا دكتور انت شطور انت، انا فاكراك. قول الريزيدوال فوليوم. لا الدكتور اللي جنبه ايه؟ مركزتش؟ لقد خيبت ظني. قول يا قمر بالصوت العسل اللي انت لابسها لنا الفسفوري دي. يا ستي مش انت يا ستي، اهدي يا ست حلويات. قول يا دكتور كده. طب اتفضلي يا دكتور، احنا اسفين رجعنا لك زي كده. قولي افطر. ايوه لو سمحت افطر. فورسيت اكسبيريشن كانت بي ميجرد بالسبايرومتري. تخرج امتى؟ تخرج امتى؟ تخرج امتى من اللونج؟ لما يصير كولابس. تمام. وباي ذا واي مش هتخرج توتالي. الناس اللي بترغي ورا، باي ذا واي مش هتخرج توتالي. هيتفضل لي مينيمال اماونت، بسميه المينيمال اير، بيبقى 150 مللي، ومكتوب برضو في البرزنتيشن دلوقتي هنشوف. طيب عايزين نقيس بقى الريزيدوال فوليوم. عمالين نقول ما بيتقاسي بالسبايرومتري، ما بيتقاسي بالسبايرومتري. هاو تو ميجر الريزيدوال فوليوم؟ هنطبق عليه الدايليوشن برنسبل اللي حضراتكم اخدتوه في سنه اولى. تمام. حد فاكر البرنسبل ده كان بنطبقه ازاي؟ طيب هنشرحه بسرعه، انتم مش مطالبين بالديتيلز بس عشان نبقى مقتنعين. عندي كونتينر ومقفول اهو، كونتينر مقفول اهو، بسميه كلوزد سيركويت، يعني الحاجه اللي جواها مش هتهرب في حته. تمام. جبت سيرتن فوليوم من الفلويد حطيته فيه. الفوليوم ده انا عارفاه ولا مش عارفاه؟ عارفاه. تمام. يبقى في 1 ده معلوم ولا مجهول بالنسبه لي؟ معلوم. جبت بقى انديكيتور. الانديكيتور هنا عندي اللي انا هقيسه وهيبقى هو الجايد بتاعي، عباره عن الهيليوم جاز. عباره عن الهيليوم جاز. ليه استخدمت الهيليوم جاز؟ اولا انرت، ما يأذيش الجسم. ثانيا نوت بروديوسد اور يوتيلايزد باي ذا بودي، يبقى لا الجسم بياخده ولا بيديه. يبقى القيمه او الاماونت اللي انا هحطها في الكونتينر هضمن انها هتفضل ثابته. السبب الثالث والاهم، كانت كروس الالفيولار وول عشان تخش البلمونري بلاد، ما تقدرش تعدي، يبقى بيبقى ترابد في الالفيولار ايه؟ اير، ما يقدرش يكروس الكابيلري وول ويخش البلاد. اتفقنا؟ يبقى دي الاسباب اللي خلتني اخترت الهيليوم. تمام. حطيت سيرتن اماونت من الهيليوم. عارفاها؟ عارفاها. اماونت مقصود بيها ماس. هنا جبت مثلا 10 جرام من الهيليوم، دوبتهم في شويه الميه او الليكويد اللي انا حطاه هنا. تمام. يبقى سيرتن اماونت في سيرتن فوليوم انا عارفاه، اداني سيرتن كونسنتريشن. اقدر اقيس الكونسنتريشن ده ولا ما اقدرش؟ اقدر. هاخد عينه من بتاع ده بعد ما يحصل ويل او ايكوليبريشن، البتاع الهيليوم متوزع كويس في الفوليوم اللي انا حطاه ده وقافله الفالف زي ما احنا شايفين، وهقيس الكونسنتريشن. يبقى انا كده معايا سي 1 ومعايا ايه يا شباب؟ في 1. هطلب من العيان يعمل فورسد اكسبيريشن. يعمل ايه؟ ليه؟ عشان ما يتبقاش في اللنج غير الريزيدوال فوليوم، واروح فاتحه له الفالف واقول له، وببقى قافله مناخيره باي ذا واي، في نوز كلاب ببقى حاطاه على مناخيره. خلاص؟ يبدا يتنفس ما بينه وما بين الكونتينر من 4 ل 6 تايمز، تو اند ثرو تو اند ثرو، لحد ما يحصل ايه؟ ايكوليبريشن. الهيليوم اللي كان متركز هنا بكونسنتريشن معين هينتشر بالتساوي وينتشر في كل الفوليوم الجديد اللي عندي. هو الفوليوم الجديد اللي عندي بيساوي ايه؟ الفوليوم اللي انا حاطاه بايدي بلس الريزيدوال فوليوم. يبقى انا بقى عندي دلوقتي في 2 نيو في 2. في 2 دي ايكوال بين قوسين ايه؟ في 1 اللي انا عارفاها اوريدي اند ريزيدوال فوليوم. ادي المجهول الوحيد اللي في المعادله عندي. نقدر نقيس الكونسنتريشن. هتقفل الفالف وهتقيس الكونسنتريشن بتاع الهيليوم. طب هي الاماونت بتاعت الهيليوم اتغيرت؟ اتفقنا. لا. ليه؟ الجسم لا بيطلعه ولا بياخده، وانرت، وما بيعديش الالفيولار وول عشان يخش البالمونري كابيلري. كل الكرايتيريا دي
خلت الاماونت او الماس بتاعته ثابته، وبالتالي اطبق الديليوشن برنسبل ايكويشن وهي كونسنتريشن 1 تايمز فوليوم 1 ايكوال كونسنتريشن 2 تايم فوليوم 2. فهمنا حاجه؟ طيب يعني ايه ما اعمل كولابس؟ انا وزعت الهيليوم على فوليوم جديد، من الكونسنتريشن الجديد هعرف الفوليوم الجديد. وانا قلت لك انا طلعت الريزيديوال، انا مش هطلع الريزيديوال، انا بناء على التغير في كونسنتريشن الهيليوم الجديد اللي اقدر اقيسه من الجهاز من هنا بعد ما توزع بالتساوي هقدر اطلع الفوليوم الجديد اللي هو في 1 بلس ريزيديوال. المعادله ما فيهاش الا مجهول واحد دلوقتي، مين هو الريزيديوال؟ انا عندي في 1 عارفاه، سي 1 عارفاه، سي 2 هجيبه من الجهاز من هنا. بس بعد فتره لما يحصل ايكويليبريشن او الهيليوم يتوزع بالتساوي ما بين جوه اللونج اللي فيها ريزيديوال وما بين بره الجهاز. مركزه معايا؟ اتنفس 6 مرات وبعدين قفلت الجهاز وبعدت البني ادم خالص بقى وعايزه اقيس. الهواء ده عمل ايه؟ غير الكونسنتريشن بتاع الهيليوم. اتوزع بالتساوي ما بين فوليوم جديد فالكونسنتريشن هيقل. لا بس اللي قاسلي في الاول وعمل دايليوشن لاني بدات التجربه من فورسد اكسبيريشن، هو اتنفس دخل وخرج كوايت بريدنج، بيدخل ويخرج بيدخل ويخرج، التايدل بيدخل ويخرج يا شهر. تمام، يبقى احنا كده فاضل لنا في 2 هو المجهول. في 2 ده عباره عن ايه؟ في 1 اللي انا عارفاه بلس ريزيديوال، وهنعملها بالرياضه هيطلع لي الاماونت اوف ريزيديوال فولد. يعني انا كنت عامله الشريحه كده في السريع تحسبا ان انتوا اصلا عارفين الدايليوشن برنسبل ده. تمام، اهميه ان يتفضل 1200 مللي في الرئه بتاعتي بعد ما اعمل ماكسيمال اكسبيريشن، في حكمه؟ اكيد في حكمه ان انا اسيب 1200 مللي يفضلوا في اللنج ايفن افتر ماكسيمال اكسبيريشن. ايه الحكمه بتاعتها؟ اول حاجه واحنا بنقول الريسبيراتوري سايكل عباره عن ايه، قلنا ان في فتره بتبقى فيها بوز. البوز ده مهم الريزيديوال فوليوم اثناء هذا البوز عشان يوفر الاكسجين لمين؟ للتشو اثناء الاكسبيراتوري بوز او بتوين البريذز وبعضها. تمام، ادي اول امبورتنس. الحاجه الثانيه بيمنع اللنج كولابس ويخلوها ديستندد. مش معقول انا كل نفس هبدا تاني اعمل ديستنشن للالفيولاي فروم سكراتش، ده هيزود الورك اوف بريذنج. تمام، يبقى هو مع وجود السيرفكتنت مع وجود فاكتورز كتير بتساعد ان اللنج تبقى ايزي ستريتشد وتقلل الورك اوف بريزنج، يبقى كيب اللنج ديستندد. بريفنت الماركت تشينج في البارشال بريشر بتاع الاكسجين والكربون دايكسايد، بما اني موفراهم من الريزيدوال فوليوم بتوين البريزز فمش فجاه يقل الاكسجين قوي او فجاه يعلى الكربون دايكسايد قوي. تمام، لان انا موفره له كميه هواء اثناء ان بتوين الايه البريزز يتعامل معاها ويحصل اكستشينج عادي. طيب بيمنع الماركت تشينج برضو في الانسبايرد اير تمبريتشر وهيوميديتي. نتخيل ان احنا بنتنفس في الصيف، الجو حر نار، درجه حراره الاتموسفيريك اير اللي حواليك 40 داخل اللنج، لو ما لقاش 1200 مللي يعملوا له كونديشننج كان زمان الهواء كل اللي داخل الرئه من البدايه من الصفر درجه حرارته ايه؟ عاليه، انما في جزء منه بدرجه حراره البادي تمبريتشر، فحلو هيعمل له conditioning. اتفقنا؟ ويظبط كمان الهيوميديتي. اهم حاجه بالنسبه لنا في الكلينيكال بقى، او يعني ليك انت كتكنيشن او سوري كفيزيشن ليتر اون وانت بتقيس في السبايروميتر، انك تركز على قيمه الريزيديوال فوليوم مقارنه بالتوتال لانج كاباسيتي. يبقى الفراكشن ما بين الريزيديوال فوليوم للتوتال لانج، الريزيديوال فوليوم كام؟ 1200 والتوتال لانج كاباسيتي 5800، الريشيو ما بينهم دايما لازم يكون اقل من 30%. طب لو زاد معنى كده ان اللونج فيها مشكله في الاكسبيراتوري بروسس، مش قادره تخرج فكومت فوليوم كتير عن المعتاد، فالريشيو بتاعه للتوتال لونج كاباسيتي زاد. ده في حالات يا دكاتره وات از كولد اوبستراكتيف بلمونري ديزيز. اوبستراكتيف بلمونري ديزيز اشهر مثال عليها البرونكيال ازمه و الانفيزين. تمام،
طبعا ما فيش بيت عندنا ما فيهوش برونكيال ازما. كل الناس دلوقتي لازم اتليست 1 ممبر من كل اسره عنده برونكيال ازما. خلاص مشكلتها ايه البرونكيال ازما دي؟ اليرجيك رياكشن لسيرتن انتيجين، الله اعلم بقى، بيبقى الكولد اير، البولن، الدست بارتكلز، كل جسم على حسب الالرجي اللي عنده. طبعا بتكون انتي بودي اللي هي طيب ايه الالرجي، بتعمل ايه اميونيتي، اميونوجلوبلين طيب اي، برافو. لما تعرض تاني للفورين انتيجين اللي انا الرجيك له يحصل انتيجين انتي بودي رياكشن بين الاميونوجلوبلين اي وبين الانتيجين اللي انا الرجيك له ده، ورياكشن ده يحصل على مين؟ على الممبرين بتاع المصل، فيخرج لي بقى حاجه اسمها الرجيك ميدياتور، على راسها مين؟ الهيستامين وسبستانس بي والليوكوترينز وحاجات كتير اللي هي دلوقتي معظم الشركات بتاعه ادويه الازمه بتحاول تشتغل عليها علشان تعمل موديوليشن للسيمتومز بتاعه الازمه. طيب الاتاك لما تيجي امتى؟ بالليل، ليت نايت وايرلي مورنينج. حد عارف التفسير؟ ها ليها علاقه بالسيركاديان ريزم بتاع، ها ايوه اوتونوميك، برافو عليكي، عشان الهايست تون للباراسمباثيك ساعتها بيبقى ليت ات نايت وايرلي مورنينج، اول ما يبدا الظهر كده تلاقي السمباثيك تون هو اللي بدا ياخد الابر هاند، فالعيان اتحسن ايفن وزاوت ميديكيشن. تمام، يبقى الاتاك دايما بتيجي ليت نايت وايرلي مورنينج عشان الباراسمباثيك تون عالي قوي. نرجع نحرج بعض ونقول هو الباراسمباثيك بيعمل ايه على البرونكاي او على الريسبيراتوري؟ برونكو كونستريكشن في الماسل، يزود السكريشن ويعمل فازو دايلاتيشن للبالمونري فيزل فيقلل الفنتليشن. اتفقنا يا شباب؟ طيب الانفيزيما، حد عنده فكره؟ طيب عشان نبقى فاهمين الانفيزيما اللي احنا بنتكلم عليها بسرعه كده، الانفيزيما دي عباره عن ديجنريتيف ديزيز، تمام، تكسير في اللونج. في ايه بالظبط؟ اكزاكتلي في الالاستيك تيشو بتاع اللونج. طب الموست كومن كوز بتاع الانفيزيما، وسامحونا في الكلام اللي هنقوله ده، هو الهيفي سيجاريت سموكينج. هيفي سيجاريت سموكينج بيعمل ايه بقى السموكينج؟ بيزود الالفيولار ماكروفاجز، فاكرينها اللي كانت بتبقى جوه الالفيولاي، بتخرج ميدياتورز لما يزيد عددها قوي. الميدياتورز دي تنادي مين؟ الليكوسايتس او الوايت بلاد سيلز. الليكوسايتس دي تخرج انذر ميدياتورز، من اهم الميدياتورز اللي هتخرجها الليكوسايتس هو الالاستيز انزايم. الالاستيز يعني بيعمل ديستراكشن لمين؟ للالاستيك اليمنت بتاعه اللونج. طيب السموكينج ممكن يعمل الميكانيزم ده بايه كمان؟ بيزود الاكسجين راديكلز في البلاد. الاكسجين راديكلز دي تعمل انهبيشن لانزايم مهم كان بيوقف الالاستيز اسمه الالفا 1 انتي تريبس. الفا 1 انتي تريبسن، بما اني عملت بلوك للاكشن بتاع الالفا 1 انتي تريبسن يبقى اذا الالاستيز اكتنج ان انتاجونايزد، تمام، وبالتالي يحصل ديستراكشن للالاستيك فايبرز في اللونج. الاثنين دول كامراض بسميهم اوبستراكتيف لونج ديزيز. في مشكله في الانسبيريشن ولكن المشكله الاكبر فين؟ في الاكسبيريشن. ليه؟ لان اثناء الاكسبيريشن اصلا يا دكاتره البرونكاي عامله ريزيستنس للاير فلو ان اند اوت، ولكن اثناء الاكسبيريشن اللنج بتبقى بتعمل ديفليشن، فحتى الاوبستراكتد برونكيوز هي عامله لها مور كومبريشن، فالريزيستنس بتزيد قوي اثناء الاكسبيريشن ديو تو الديفليشن بتاع اللنج، تعمل كومبريشن للي اوريدي كومبريست برونكيوز. فهمنا؟ طيب ايه اهميه بقى من ناحيه الطب الشرعي؟ قلنا الريزيديوال فوليوم لو فتحنا الشيست وول هيحصل ايه؟ كولابس، ويخرج الفوليوم، يخرج كامل مكمل يا دكتور؟ يخرج ال 1200؟ لا، اكسبت 150 مللي بيتفضل. فلو انا دلوقتي في ناس متهمه بان هي قتلت طفل مثلا، نجيب الطفل ده يعني هو لسه بيبي بقى مولود، تمام، التست ده ينفع في الايه؟ في الفيتال ديسك. هل هو اتولد ميت ولا اتولد وبعدين اتنفس وبعدين مات نتيجه خطا طبي معين؟ المينيمال اير بقى يحدد لي الموضوع ده. والله دكتور الطب الشرعي هيفتح الثراسيك كافيتي فاللنج هيحصل لها كولابس، هياخد بيس من اللنج، تمام،
ويحطها في جار فيه ميه. لو حصل لها سينكينج يبقى الرئه دي عمرها ما اتنفست، لان حتى المينيمال اير ماله مش موجود. اكسلنت. طيب ولو البيس اوف لانج عملت فلوتنج فوق كده، يبقى البيبي اتولد صاحي وبعدين مات، ما هوش مولود ميت. اتفقنا؟ دي ميديكو ليجال امبورتانس اوف ريزيديوال فوليوم. فهمنا يا شباب؟ نيجي بقى على التوتال لانج كاباسيتي. كنا عارفين تعريفها، الفوليوم اوف اير اللي موجود في اللانج في نهايه الماكسيمال انسبيريشن. فبتتكون من مين ومين ومين؟ تايدال، انسبيراتوري ريزيرف، اكسبيراتوري ريزيرف، والريزيديوال فوليوم. يعني كيما معناه فيتال كاباسيتي زائد ريزيديوال فوليوم. كام؟ 5800. ايه اهميه ان انا اقيس التوتال لانج كاباسيتي؟ هنقولها دلوقتي في اخر شريحه خالص، ان هي اهميتها اكتر في وات از كولد ريستريكتيف لانج ديزيز. وات از كولد ريستريكتيف لانج ديزيز، يعني ايه ريستريكتيف لانج ديزيز؟ انترفير وذ اللانج ديستنشن. ديزيزز انترفير وذ لانج ديستنشن. على راسهم النيوموثوركس، هيدروثوركس، اي حاجه في البلورال ساك، البلمونري كونجيشن، وضيف ليهم اللانج فايبروزيس. كل دول اقول عليهم كولكتيفلي ريستريكتيف لانج ديزيز. يبقى التوتال لانج كاباسيتي مهمه في انهي مجموعه من ديزيز، اوبستراكتيف ولا ريستريكتيف؟ لا ريستريكتيف، وهنعرف ليه دلوقتي لما نوصل اخر السيشن. الفايتال كاباسيتي، ومن اسمها كده فايتال، فهي من اهم القياسات اللي بنقيسها. ده الفوليوم اوف اير اللي موجود فين يا جماعه؟ اللي كان بي اكسبايرد ماكسيمالي من اللانج، بس انا عامله قبلها ماكسيمال انسبيريشن. يعني عندي تايتل، عندي انسبيراتوري ريزيرف واكسبيراتوري ريزيرف. انا كدكتور وانا رايح اقيس الفايتال كاباسيتي ببص على ايه؟ او هتديني انديكيتور عن ايه؟ ايه السيجنفيكانس بتاعتها؟ بتديني هنت عن السترينث بتاع الريسبيراتوري ماسل، مدى قوه الريسبيراتوري ماسل، وبتقول لي كمان اللونج الاستيستي اخبارها ايه. تمام؟ اتفضلي. طيب في حاجات تاثر عليها ومن عشان هي مهمه هنقول الايه الفاكتورز اللي بتافكت الفايتال كاباسيتي ان ديتيلز. طيب في حاجات تزودها وحاجات تقللها، والفاكتورز دي منها فيسيولوجيكال يعني وزاود ديزيز، ومنها باثولوجيكال. طيب احنا قلنا تدينا فكره عن المسل سترينث، يبقى اذا لو واحد اتلت والمسل بالك وباور عنده كويس، يبقى الفيتال كاباسيتي عنده هتبقى زايده. هل ده مرض؟ لا، ده نورمال بالنسبه للفيزيكال فيتنس بتاعه. تمام؟ طيب في المقابل بقى الفيميل دايما المسل بالك والمسل باور اقل من الميل ان كومباريزون ذا سيم ايدج جروب. اتفقنا؟ يبقى تقل في الفيميل، تقل في الاولد ايدج عشان المسل بالك قليل برضه، تقل في البريجننسي والريكامبنت بوزيشن. ليه؟ ايوه انترفير ويز مين اللي بيطلع بينزل في التنفس ده؟ يبقى انترفير مع الديافراجماتيك موفمنت، فبتقلل ايه؟ الفايتال كاباسيتي. طب الباثولوجي بقى امراض تانترفير او تقلل الفايتال كاباسيتي. اول حاجات تيجي في الشيست وول، ريسبيراتوري ماسل يجي فيها باراليسيز، يجي فراكشر ريب، يجي مايسينيا جريفز فاكرينها، يجي ديفورميتي في الفرتبري كايفوزيس، كل ده يعمل ليميتيشن للشيست وول اكسبانشن. طيب اللانج ديزيز نفسها، اي حاجه تاثر على الكومبلاينس اللي هو الاسترتشابيلتي بتاع اللونج، يعني تقلل الاكسبانشن بتاع اللونج، زي مين يا شباب؟ اللي قلنا عليهم ريستريكتيف لونج ديزيز زي الفايبروزيس اللي دايما بيحصل نتيجه بوست تي بي انفكشن. عارفين التي بي او تيوبركلوزيس؟ دايما بينتج عنه في الاخر لونج فايبروزيس. هيدروثوركس، الهيدرو ده عباره عن ايه؟ ايه؟ سيروس فلويد موجود في البلورال كافيتي. امال النيوموثوركس ايه؟ تمام. تقل اللنج الاستاتي زي ما شرحنا بالتفصيل في كونديشن اسمها الانفيزيما. اي اوبستراكتيف لنج ديزيز يعني مقفول ومن لي اثناء الاكسبيريشن، قلنا مين ومين؟ البرونكيال ازمه والانفيزيما. لما يزيد اللنج سوري البلاد فوليوم اللي راجع لللنج، ها
فيسيولوجيكال في حاله الريكامبنت بوزيشن، لما حضرتك تنام فلات او 45 درجه بتزود الفينوس ريتيرن لانك شلت الافكت بتاع الجرافيتي، تمام؟ فبقى الفينوس ريتيرن سهل يرجع، فكميه البلد اللي رايحه من البلمونري ارتري لللونج كبيره، تمام؟ طيب ديزيز بقى يحصل في حاله ايه؟ الليفت سايد هارت فيلير. الليفت سايد هارت فيلير مش قادر يبمب البلد في الاورطه فيرتجع على الليفت اتريوم، فيرتجع على الفور بالمونري فينز، فيرتجع على اللونج، تمام؟ كل ده يعمل لي واتس كولد بالمونري كونجيشن. طيب وجود ماس جوه البطن، انترا ابدومينال ماس، سواء الماس دي بقى كانت بريجنانسي او كانت تيومر او كانت اسايتس لانها بتاثر على الدايفراجماتيك موفمنت. في حد عنده مشكله في الفاكتورز؟ طيب نيجي لانذر سيت اوف بالمونري تيستس اسمهم الدايناميك بالمونري فانكشن تيست. ليه سميتهم دايناميك؟ لان التايم فاكتور هيخش معايا، تايم فاكتور هيخش معايا. اول تيست عندي اسمه ريسبيراتوري مينيت فوليوم، يعني كميه البالمونري فنتليشن في 1 مينيت. تعتقدوا هنحسبها ازاي؟ انا في السايكل الواحده باخد قد ايه؟ 500 تايدل، صح؟ هضربها في مين؟ يطلع لي كميه البلمونري فنتليشن في ايه يا شباب؟ في 1 مينيت، فبسميه ريسبيراتوري مينيت فوليوم، مفيش حاجه جديده يعني، مش اخترعنا. ضربنا التايدل فوليوم في عدد السايكلز. متفقين؟ تطلع كام؟ 6 لتر. سؤال يطرح نفسه بقى. يعني الناس نامت خالص، انا عذراكم والله، وبعدين الجو حر قوي. اوفر يعني. هل الستة لتر دول توتالي بيشاركوا في عملية الجاز اكستشينج؟ لا، صح؟ فيظهر لي another definition اسمه ايه؟ اسمه effective ventilation volume. اسمه effective ventilation volume. ازاي هنوصل له؟ عن طريق ان احنا نشيل حاجة اسمها ال dead space. اكيد اخدتوه في الاناتومي. يعني ايه dead space؟ يعني الـ volume of air اللي doesn't undergo gas exchange في الـ respiratory system. شوية هوا كده حضرتك بتدخلهم بيضيعوا، بس مفيش حاجة بتضيع طبعا. Wasted و not used in gas exchange. بالنسبة لبتوع الاناتومي، يعني anatomical dead space ده عبارة عن ايه؟ أي respiratory passage with thick wall ما يقدرش يعمل exchange. من أول فين لفين؟ الناس اللي بتتكلم من اول النود لحد تيرمينال برونكيوس، من اول الريسبيراتوري يبدا اهي سلايد اكستشينج، تمام؟ كل ده كوندكتنج زون اكسلنت. اتفقنا يا شباب؟ عندي انذر تايب من الديد سبيس اسمه الفيولار ديد سبيس. ايه ده؟ يعني ممكن الهواء يوصل الالفيولس وما يحصلش اكستشينج؟ ليه ده؟ ده سايت اوف اكستشينج. اه حضرتك لما يبقى البلاد فيزل بتاعها اوبستراكتد، يبقى البلاد فيزل بتاع الالفيولس اوبستراكتد، تمام؟ يبقى مش هتقدر ايه تعمل تبادل غازات زي ما احنا شايفين كده. يبقى الهواء وصل الالفيولاي، وصل السايت اوف اكستشينج، ولكن البلاد فلو اوبستراكتد، مش قادر يعمل اكستشينج. طب ده في البني ادم الطبيعي يبقى موجود؟ لا، يبقى ده نورمالي ايه؟ ابسنت، ولكن لازم نحطه في اعتبارنا لانه ممكن يحصل في وقت من الاوقات في البلمونري امبوليزم والكلام ده. طيب الفسيولوجيكال ديد سبيس بقى عباره عن ايه من الناحيه الفسيولوجيه؟ هحسب الاناتوميكال واجمع عليه الالفيولر لو في الفيولر. طب لو ما فيش الفيولر واحنا نورمالي، يبقى الفسيولوجيكال هيساوي الاناتوميكال هيساوي 150 مللي. تاني مره تظهر لنا ال 150 مللي، يبقى ال 150 مللي هو المينيمال اير اللي بيفضل في اللنج افتر اللنج كولابس، ولو ميديكو ليجال امبورتنس، وال 150 مللي هما الاماونت بتاعت الديد سبيس، الفوليوم اللي doesn't undergo gas exchange، تمام يا شباب؟ هل الديد سبيس ده بيضيع هباء منصورا؟ ولا اكيد له سيجنفيكانس؟ 150 مللي داخلين مع التايدال فوليوم ما بيدخلوش في الجاز اكستشينج، يبقى اللي بيشارك من ال 500 في الجاز اكستشينج كام؟ 350، تمام؟ ولكن ال 150 دول بينفعوني في حاجات كتير، شبه الريزيديوال فوليوم قوي. بريفنت الماركت تشينج في البارشال بريشر بتاع الاكسجين والكربون دايكسايد بتوين البريزز، بيشارك الريزيديوال فوليوم في الموضوع ده، وبرده
بيحافظ على التمبريتشر والهيوميديتي بتاعت الانسبايرد اير، اتفقنا؟ وهو مينلي المسؤول عن الفرق ما بين الريسبيراتوري مينيت فوليوم اللي كان كام؟ اللي كان 6 لتر 500 في 12، وما بين what is called effective ventilation volume. تعالوا بقى نشوف الافكتيف ده هنشرحه ازاي او هنعمله ازاي. احنا كلنا طلبنا التايدل في الريسبيراتوري ريت، لا ده مش حق ربنا، شيل لي بقى الديد سبيس من التايدل عشان تديني الفوليوم اللي اكشوالي بيشارك في الجاز اكستشينج بير مينت. فهجيب التايدل انقص منه الديد سبيس، يعني 500 ناقص 150 يدولي 35 من 100 من الليتر تايمز 12 اللي هم السايكلز، يبقى اذا الفوليوم اللي اكشوالي بيشارك في الجاز اكستشينج هو ايه؟ 4.2 لتر بير مينت وليس 6 لتر. تمام؟ في مشكله؟ في انذر ميجر واستحملونا معلش، اسمه الماكسيمم بريزنج كاباسيتي او الماكسيمم فولنتري فنتيليشن. ده عباره عن ريزيرف ربنا مديه لحضرتك علشان لما يحصل ايفورت او اكسرسايز يبقى عندك ريزيرف، ما نبقاش على المحك. دايما هتلاقوا ال كاردياك سيستم فيه ريزيرف، البلمونري سيستم فيه ريزيرف. تمام؟ طيب ده الماكسيمم فوليوم اوف اير كان بي انسبايرد او اكسبايرد، عادي كده؟ لا، ده انت هتستخدم ذا ديبست اند ذا فاستست ريسبيراتوري موفمنت، يعني هتعمل اقصى جهدك في الانسبيريشن او الاكسبيريشن. هيبقى كده الفاليو بتاعته هتختلف من حد لحد ليه؟ ديبندنت على قوه العضلات، اكسلنت، ديبندنت على الريسبيراتوري ماسل باور، وبالتالي دايما دايما الميل هيتغلب علينا في القياس. فهنلاقي الميل الافرج من 80 ل 160 لتر بينما الفيميل من 60 ل 120 لتر. احنا بقى لما نيجي نستخدمه في القياسات هنثبت ال 100 ونستخدمه في القياسات اللي بعد كده. سؤال بقى للناس الشاطره المصحصحه في الحر اللي احنا فيه ده، لما اجي اعمل التست ده اعمله بير مينت ولا اعمله في 15 سكند واضرب النتيجه في 4؟ قولي ليه يا ام. يعني ليه ما سبتش العيان يعمل ديبست اند فاستست انسبيراتوري واكسبيراتوري موفمنت فور 1 مينيت؟ ما يقدر يتحمل 1 مينيت. ليه بقى مش هيقدر يتحمل 1 مينيت؟ الاجابه صح، بس ايه الاكسبلانيشن؟ ها؟ العضلات، غير العضلات، قول يا محمد. عشان ايه؟ لا احنا يبقى سيبنا الهيليوم ومشينا من زمان. اكسلنت. ايوه هيحصل ايه بقى في البي اتش؟ اصبروا كده. برافو عليك. الرابيد موفمنت اوف ريسبيريشن تعمل ماسيف ووش اوف كربون دايوكسيد، تقوم تدخلني في الكالوزس بريسبتيتنج. دي لمين؟ للتيتاني. فاكرين التيتاني؟ كان من ضمن الحاجات اللي بتقلل الايونايزد كالسيوم ليفل وتدخلني في فرانك تيتاني كان مين؟ الالكالوزس. نسينا الكالسيوم هوميوستيزس، صح؟ نسينا طبعا. الالكالوزس بريسر بتجيب تيتاني. الالكالوزس بتعمل ايه؟ بتجيب تيتاني. خلاص؟ برافو عليك. بجانب كمان ان احنا لما ناخد في الريجوليشن اوف ريسبيريشن الكربون دايوكسيد از ذا مين ستيمولانت اوف ريسبيريشن، على عكس ما احنا فاكرين ان الوظيفه الاساسيه ان انا ادخل اكسجين. ده المين فانكشن اوف ريسبيراتوري سيستم تو اليمينيت الكربون دايوكسيد. قبل ما تقول انه بيدخل اكسجين، لا ده هو ربنا عامله يخرج كربون دايوكسيد. تقدر تستحمل هايبوكسيا لكن ما تقدرش تستحمل زياده الكربون دايوكسيد في جسمك. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا. ركزوا بالتعريف ده عشان احنا هنعوزه تاني دلوقتي. عايزين نحسب بقى، معلش استحملونا النهارده كلها حسابات بس انتوا شاطرين طبعا في الناس. البريزنج ريزيرف. يعني ايه بريزنج ريزيرف؟ حد يفكر كده. يعني الاحتياطي اللي ربنا مديهولي احسبه ازاي؟ اجيب الماكسيمم بريزنج اللي انا لسه عامله ده، الماكسيمم فولنتري فنتيليشن اللي انا لسه حاسبه اللي طلع افريج 100. تاني الناس نامت اهو، الماكسيمم بريزنج كاباسيتي
حسبتها ازاي؟ deepest and fastest movement في 15 ثانية وضربته في 4 طالع لي كذا فاليو، فانا هاخد المتوسط اللي هو 100 لتر بير مينيت. يبقى انت تقدر تعمل بالموفمنت السريعة دي ان اند اوت تقدر تعمل 15 لتر بير مينيت. طيب واثناء الريست بيبقى عندي كامل بالمونري فنتليشن 6، يعني حتى في وجود من غير ما اشيل الايه الديد سبيس هم 6. يبقى ربنا مديك ريزيرف قد ايه لما تيجي تعمل اكسرسايز؟ 94 لتر. يبقى ايه هو البريزنج ريزيرف؟ ات از ذا ديفرنس بتوين الماكسيمم بريزنج كاباسيتي اللي اخترنا لها رقم 100 از افريج والريسبيراتوري مينيت فوليوم اللي كانت 6 لتر. طيب بعد ما حسبت البريزنج ريزيرف ده اقدر احسب منه، انا حاسه سامعه صوصوه. لا انت النهارده نايمه خالص، مش متعوده عليكي كده، عايزه اجيب جرده الميه كده. البريزنج ريزيرف، بص يا دكتوره، ديورنج ريست قدرتي تدخلي 6 لتر وانت قاعده كده كوايت بريزنج، تايدال فوليوم في ريسبيراتوري ريت 12 دخلنا 6 لتر. طب لما عملتي ماكسيمم انسبيراتوري واكسبيراتوري ايفورت فاستست اند ديبست موفمنت وصلتي لكام؟ ل 100 بمجهودك اهو. يبقى اذا ربنا مديك احتياطي ما بين الماكسيمم بريزنج كاباسيتي والريستنج او الريسبيراتوري مينت فوليوم 94 لتر. ايوه ده اللي تقدري تزوديه لما تيجي تعملي اكسرسايز، يبقى ده اسمه بريزنج ريزيرف احتياطي التنفس. تمام؟ طيب البريزنج ريزيرف ده هيقودنا لانذر ديفينيشن. الناس تركز معانا عشان لسه في حبه حلوين. الانذر ديفينيشن اسمه الديسنيك اندكس. ايه الديسنيك اندكس ده؟ ما انتوا لو تبطلوا تدسوشيتوا مني كده كان زماننا انجزنا، بس انا كل ما ابص الاقي كل اتنين بيتكلموا مع بعض. خمس دقائق كونسنتريشن عشان الحته اللي باقيه مهمه. الديسنيك اندكس هو النسبه المئويه ما بين مين ومين بقى؟ البريزنج ريزيرف اللي هو كان كام يا شباب؟ والماكسيمم بريزنج كاباسيتي اللي هي كانت كام؟ 100. يبقى 94 على 100 في 100 يبقى اكتر دايما من 90%، طالع 94 اهو. تمام؟ يبقى مور ذان 90% ده يبقى بني ادم نورمال. طب لو عملت لحد الديسنيك اندكس ده وطلع اقل من 70%، لا ده كده عنده مشاكل، فاسمي ان هو عنده ديسنيا. ايه ديسنيا؟ difficult breathing او shortness of breathes او awareness للبريز. المفروض ان احنا بنتنفس subconsciously، مانيش اللي قاعد مركز، لا انا قاعده بتكلم بشتغل بعمل وبتنفس subconsciously. تمام؟ حاجة مهمة جدا، حد فاكر تعريف الفايتال كاباسيتي؟ قول يا وسام. طيب ده كان التعريف اللي هو الفوليوم اوف اير اكسبايرد ماكسيمالي افتر ماكسيمال انسبيريشن، اتفقنا؟ طيب انا دلوقتي مش هقيس الفايتال كاباسيتي كلها، انا عاوزه اقيس كميه الهواء اللي هتخرج في اول ثانيه من التست، فبسميه ايه بقى القياس ده؟ فورسد اكسبيراتوري فوليوم فيرست سكند او 1. الطبيعي ان الفايتال كاباسيتي دي تخرج في الفورسد اكسبيريشن في خلال من 4 ل 6 سكند. تعمل فورسد اكسبيريشن تقوم تخرج الفايتال كاباسيتي، كنت قبلها عامل فورسد انسبيريشن فتخرج الفوليوم كله. تمام؟ بعد قد ايه تقدر تخرجه؟ بالفورسد اكسبيريشن بعد من 4 ل 6 سكند. ما يهمنيش بقى انها تخرج كلها، يهمني اشوف اول ثانيه هيخرج فيها قد ايه من الفايتال كاباسيتي، قد ايه من، فسميتها التايم ذا فايتال كاباسيتي. هاخد منها ايه الفراكشن بتاع السكند الاولاني؟ صحصحوا لي عشان ده مهم. الفورسد اكسبيراتوري فوليوم في اول سكند، عايزه اشوف وانا بعمل فورسد اكسبيريشن وقبلها كنت عامله فورسد انسبيريشن هخرج قد ايه في اول ثانيه في السبايروميتر. تمام؟ تمام. يبقى انت خدت ديب انسبيريشن وقفلناه، قفلت لك مناخيرك واخدت ديب انسبيريشن وحطيت لك السبايروميتر والكيرف هيقيس لك هتطلع قد ايه بالفورسد اكسبيريشن، بس انا عايز اعرف اول ثانيه بتاعتك جابت كام من الفايتال كاباسيتي كلها. فاهم فكره التست؟ مهم قوي. المفروض في اول ثانيه اخرج اتليست كام؟ 83% من التوتال فايتال كاباسيتي. في خلال اول 3 ثواني اطلع 97%. تخرج كلها امتى؟
بعد من 4 ل 6 سكند اكوردنج للماسل باور بتاعت كل واحد. مهم التست؟ اه مهم. شوفوا بقى بيعمل لي ايه. مهم جدا جدا عشان اعمل دايجنوزس وبروجنوزس للاوبستراكتيف لونج ديزيز اللي هم من يمين الازمه والانفيزيما. تعالوا بقى بسرعه نشوف اهو، ادي الكيرف بيروح راسم الكيرف ويطلع لك انت طلعت قد ايه في اول ثانيه. والازرق ده عباره عن الفورسد فايتال كاباسيتي، يعني الفايتال كاباسيتي كلها طلعت في تايم قد ايه يا شباب؟ 6 سكند. اللي يهمني منها الفراكشن بتاع الفورسد اكسبيراتوري فوليوم في الفيرست سكند، المفروض اطلع اتليست قد ايه؟ 83%. احسبوها كام لتر انتوا بقى، تمام؟ هي تطلع حوالي 3300، يعني مقربه ناحيه الاربعه قوي. طيب التست ده هيفيدني بايه؟ هقدر افرق ما بين الاوبستراكتيف والريستريكتيف، بس هو مينلي تو دايجنوز اند فولو اب. مين الاوبستراكتيف؟ ليه يا جماعه هيحصل ايه؟ في الاوبستراكتيف اتفقنا الفايتال كاباسيتي بتقل ولا بتزيد في الفاكتور لسه شارحينها؟ بتقل. فايتال كاباسيتي توتال هتقل. طب الفورس الاكسبيراتوري فوليوم في اول ثانيه هيقل قوي. ليه؟ لان مشكله الاوبستراكتيف اثناء الاكسبيريشن، فالفورس الاكسبيراتوري فوليوم ان فيرست سكند ديكريز ديكريز ماركتلي، فالريشيو ما بينهم يجرى له ايه؟ البسط قل. يبقى ايه؟ يبقى الفراكشن كله هيقل قوي. طب التوتال لونج كاباسيتي اتاثرت؟ هتفضل نورمال في الاوبستراكتيف لونج ديزيز. ليه؟ نقص الفايتال كاباسيتي عوضه زياده في مين؟ في الريزيدوال فوليوم، لانها مش قادره تطلع جود اكسبيريشن. فهمنا؟ يبقى الفايتال كاباسيتي قلت، الريزيدوال فوليوم علي، فالتوتال لونج كاباسيتي نورمال. ايه رايكم في واحد عنده اوبستراكتيف لونج ديزيز والدكتور يروح طالب له توتال لونج كاباسيتي؟ ما بيفهمش صح؟ تمام. او كان غايب النهارده. طيب الريزيدوال فوليوم زاد فعوض نقص الفايتال كاباسيتي، فالتوتال لونج فضلت ايه؟ نورمال. طيب نشوف بقى في الريستريكتيف لونج ديزيز ايه اللي هيحصل. ريستريكتيف يعني انترفير ويز اللونج اكسبانشن، تاني زي الفايبروزيس، زي نيوموثوركس، زي الهيدروثوركس، زي البلمونري كونجيشن. الفايتال كاباسيتي قلت ولا زادت؟ قلت. والفورسد اكسبيراتوري فوليوم قل ولا زاد؟ قل، بس الاثنين قلوا بنفس المقدار. فالفراكشن طلع لي نورمال. لو حضرتك بقى مش عارف ان ريستريكتيف لونج ديزيز الفراكشن بيبقى نورمال، وباي ذا واي الجهاز السبايروميتر بيطلع لك الفراكشن. بيطلع لك الفورسد اكسبيراتوري فوليوم في الفيرست سكند للتوتال فايتال كاباسيتي او للفورسد فايتال كاباسيتي. فلو انا عملت له التست ده وهو عنده ريستريكتيف لونج ديزيز يبقى انا مش فاهم حاجه، لانه هيفضل ايه؟ نورمال رغم ان الاثنين مالهم قالوا، فالريشيو فضل ثابت. طب والتوتال لونج كاباسيتي؟ يبقى انا عشان افرق ما بين ده وده اعمل الاول توتال لونج كاباسيتي، لقيتها قلت يبقى انا في الاتجاه ده، لقيتها نورمال يبقى انا هنا، تمام؟ اروح مكمله فولو اب بمين؟ بالتست ده، عشان نشوف حضرتك العيان بتاعك اتحسن بالدواء ولا ما اتحسنش. كل ما يجي لك تعمل له اف اي في 1 على الفايتال ايه؟ كاباسيتي. في حد ما فهمش حاجه؟ طب في حد فهم حاجه؟ الحمد لله، هو ده المطلوب. ثانك يو. السلام عليكم.